الرومانسية في ملامحها، الهمس في صوتها، الرقة في مشاعرها، في أغانيها نسافر للحب، وإذا أردت معرفة حالتها النفسية ابحث عنها في النوتة الموسيقية. حياتها أغنية درامية وموهبتها استثنائية. الجميلة أنغام. منورة ملعب برنامجنا يا أنغام، وأهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي. لو حطيت عنوان للطفولة اللي مرت بيها أنغام، هقول كانت طفولة تعيسة ولا كانت سعيدة؟ هي يعني تعيسة يمكن تكون يعني وصف قاسي شوية. هي يمكن تقدري تقولي إنها ما كانتش طفولة كاملة يعني، أو ما استمتعتش قوي بطفولتي، بس يعني ما كانتش سعيدة قوي. مش عارفة أسميها، بس يعني. طب لو عملت زوم على أحلامك وقتها هلاقي إيه؟ أحلامي الحقيقة كانت طول الوقت في الفن وفي المزيكا وفي المسرح، وقفة المسرح والغنى. فاكرة يا أنغام لما كنتي بتخافي على صوابعك وانتي بتعزفي على البيانو وكان عمرك 7 سنين؟ هو الحقيقة أنا ما كنتش مقدرة قوي حكاية أنا أخاف على صوابعي. والدتي هي اللي كانت دايما ولغاية دلوقتي يعني عندها هاجس أنه طول الوقت أنه بتخاف على إيديا. والحس كبر جواكي بقى. يعني عودتني على اني اخاف على صوابعي عشان بلعب بيانو من صغري، فهي كانت طول الوقت يعني هي مثلا تقص لي ضوافري، ما تخليش حد يعمل كده، تخاف تخليني امسك حاجه، اغسل حاجه، لا عشان صوابعك عشان ايديكي، فخلتني لغايه دلوقتي عندي الحساسيه في ايديا دي. طب غير صوابعك ايه اكتر حاجه بتحرصي عليها ومستحيل تفرطي فيها؟ والله يعني أنا من النوع اللي بيحب الحياة الصحية عموماً يعني، ودي حاجة يعني بتبقى في البني آدم في طبيعته يعني. ممكن تلاقي حد مش حريص قوي أو مش مركز قوي في حكاية الحياة الصحية، وفي حد بيبقى مركز، ودي من صفاته يعني إنه بيحب الحياة الصحية. أنا كده شوية، فما أعرفش يعني الصحة في الآخر برضو بإيد ربنا يعني مهما حافظتي، بس هو المهم انك تحافظي يعني تعملي اللي عليكي، وبعد كده بقى الباقي على ربنا يعني. فانا من النوع اللي يعني بيحب انه يعيش حياه صحيه الحقيقه. المسافه كانت بينك وبين خالد اخوكي كانت في العمر كبيره، ده خليكي انك انت تمارسي دور الام عليه؟ ده حقيقي، بس والله بدون مقصود يعني. هو كانت برضو بالصدفه. انت عرفتي منين الحكايه دي؟ العصفوره. هو انا كنت وحيده لمده 9 سنين، طفلة يعني لغاية ما كملت 9 سنين. خالد اتولد وانا عندي 9 سنين، فكنت دايما براقب صحابي اللي عندهم اخوات. كان بالنسبة لي حاجة حلوة قوي انه الله عندهم حد في البيت، ويتكلموا على اخوها وتتكلم على اختها. فانا كنت الوحيدة اللي وحيدة ملهاش اخوات، فكنت بزن كتير، انا عايزة اخ، انا عايزة اخ، عايزة اخت كده. وبعدين حصلت يعني حاجة كانت مش لطيفة قوي، انه والدتي فعلا حملت في ولد وتوفى بعد ما اتولد، كان اسمه هشام. قعد شوية صغيرين وبعدين اتوفى، فدي كانت صدمة يعني بالنسبة لي. بعد ما فرحت قوي انه بقى لي اخ راح، فكانت صعبة عليا قوي. طبعا اكيد كانت صعبة على امي جدا، بس بعدين بعدها بسنتين على طول جه خالد، فخد الفرحة بقى كلها والحرص كله. ده كان يعني هو اخذ على فكره حرص شديد لدرجه ان انا غيرت شويه يعني. بعد ما فرحت قوي بوجوده حسيت ان انا اتركنت تماما يعني. بس كان بيعوضني فعلا ممارسه دور الامومه والاخت الكبيره ده، ان انا احس ان انا برضو ليا وجود يعني. العصفوره كمان قالت لي يا انغام ان كان في المدرسه تلميذه خايبه جدا في كل المواد ما عدا الموسيقى، ده صحيح؟ والله بصي ما كنتش خايبه، بس ما بتحبش المذاكرة؟ لا، مش متفوقة؟ مش متفوقة في المواد الدراسية، ده حقيقي يعني. بس كنت في المزيكا كنت كويسة. والرياضة والعلوم كانت من ألد أعدائك؟ حتى الآن. حتى اليوم ما بحبهمش خالص. بس كانت شطارتك وموهبتك وحبك وكل حاجة كانت الموسيقى. في المزيكا فعلا، وفي البيانو وفي الغنى وفي الكورال الصغير اللي كنت بغني فيه يعني، ده كانت أسعد أوقاتي. لما بقى خدتي لقب أم عمر حسيتي بإيه؟ والله ده
يعني احلى احساس ممكن اي ست في الدنيا تحس بيه يعني الحقيقه. وانه يتقال لها يا ام فلان دي، يعني انا بتبسط قوي لما يقولوا لي ام عمر. الحقيقه عشتي طفولتك معي اللي انت ممكن تكوني اتحرمتي منها؟ الحقيقه يعني هو وعبد الرحمن طبعا عودوني بشكل كبير قوي عن فعلا الطفوله انا اللي انا ما عشتهاش. بس يعني تقدري تقولي ايه برضو، ما بقدرش يعني العب قوي دور الطفله معاهم عشان برضو لازم ابقى ماما شويه. طبعا في اوقات كتير يعني لازم يسمعوا كلامي ولازم يبقى في مواقف يعني. ف يعني هم بيستغربوني شويه لما بقلب ماما، يعني بيحسوا انه اوقات بحس ان هم بيصدقونيش قوي من كتر ما انا لطيفه وطفله معاهم. لما باجي اعمل ماما بتبقى مش طيب. بمناسبه ماما، كانت والدتك من اشهر مطربات اسكندريه، ليه ما كملتش؟ عشاني الحقيقه، علشان تتفرغ لك. الحقيقه هي يعني حصل لها كم موقف معايا، كانت بتسيبني ويبقى عندها شغل، فكانت يعني مره رجعت لقيتني سخنه، مره يعني حاجات كده، حست ان انا مش ما برتاحش وهي مش موجوده، فما حبيتش تكمل، ما قدرتش. أنغام، انت اتجوزتي مرتين وفشلتي مرتين، اقدر اقول انك امراه مهزومه عاطفيا؟ لا مش قوي كده. امال اقدر اقول ايه؟ لا والله بالعكس، انا حبيت يعني. انا ما بشوفش انه فشل الجواز ده فشل عاطفي. طب فشل العلاقه الزوجيه ممكن فشل تكون نظام يعني. ممكن بسبب الراجل ولا الست؟ لا اكيد بيبقى هما الاثنين السبب. هما الاثنين سبب، بمعنى ان هما الاثنين مش راكبين يعني. يعني التركيبه ما جاتش مظبوطه، ما توفقوش مع بعض، او ما عرفوش يتالفوا. يعني انا بشوف انه انت حتى مع اصحابك لو ما فيش الفه بينك وبين اصحابك بتبقى القعده دمها تقيل، فما بالك العشره لو ما فيش بينك وبين جوزك الفه. يعني الالفه بمعنى انك يعني انه ما فيش حاجات تزعجكم من بعض. ممكن ما تبقاش عيوب لحد تاني الحاجات دي، بس هي بالنسبه لك انت عيوب، وممكن انا يكون في عيوب، ممكن تبقى لحد تاني مش عيوب بس بالنسبه له هو عيوب. هي دي يعني التركيبه ما توفقتش. أنغام، في عيد الحب عملتي دويتو مع زوجك. كان من مع ابو عبد الرحمن. كان سنة 2005 تقريبا. وفي 2007 كان في قضية مرفوعة منك، قضية خلع، يعني صعبة ليكي يعني. أنا يعني أكيد صعبة، إنه بعد أكيد حب صعبة. ملف في قضية صح؟ بصي، هو ملف قضية ده كان اضطرار يعني، كان ما كانش يمكن عندي حل تاني، بس أو ما توفر ليش الحل التاني، أو ما كانش في فرصة إن احنا نحل ودي يعني. ف اضطريت اعمل كده. بس هو يعني تساليني صعب ولا مش صعب، هو اوقات بيبقى في صعوبه تانية هي اللي انت مش قادره تعيشي معاها، فبتضطري تروحي للصعوبه اللي هي الاقل يعني، اللي ما كنتيش تتمني تعمليها، بس هي بتبقى هي الحل الموجود قدامك. هو يمكن بس عشان احنا يعني ناس معروفه والناس يعني بص على حياتنا دايما، بس والله نوعيه المشاكل اللي احنا بنمر بيها. يعني انت كنت مضطره انك انت تمشي في الخط ده لانه ما كانش في فايده، او كان في امل انه ممكن يتم الطلاق بهدوء؟ اكيد اكيد. وكنت اتمنى انه برضو يعني ما تكتبش الصحافه والناس تتكلم. في اشاعات طبعا طلعت كتير عن الموضوع. لان عايزه اقول لك، كنت عايزه اقوله لك، انه ناس كتير قوي من الناس العاديين اللي مش مشاهير في حياتهم مشاكل اصعب من دي 50 مره. مظبوط. بس مش متشافة ومش محسوسة والناس مش سامعة عنها. أنا بسمع عجايب في الدنيا يعني، بس وأكيد أنت بتسمعي زي بس أكيد. هو إحنا عشان بس الناس بتحب تسمع أخبار. طب بتعملي إيه أنغام لما بتشوفي الإشاعات اللي مكتوبة على صفحات الجرائد وكل الناس بتقراها وبتبقى فعلا غير حقيقية فعلا يعني؟ أنت كإنسانة بتحسي بإيه؟ والله كنت زمان يعني في لغاية مثلا من 4-5 سنين كده، يمكن أقل شوية، كنت بنزعج قوي بصراحة، كنت بتأثر وبكتئب وبقعد فترة طويلة قوي متنرفزة وعايزة أبرق نفسي وعايزة أقول مش حقيقي وعايزة أرد وعايزة، بس ده كان بياخد بقى من وقتي ومن وقت شغلي ومن حياتي ومن صحتي ومن بيتي، وقت كبير قوي وطاقة مهدرة الحقيقة في الآخر. لأنه اللي اكتشفته يعني بعد خبرة ووقت طويل في المجال ده، انه انت مهما عملتي الناس بتبقى عايزة تسمع حاجة،
عارفه ازاي، وحاجه سبايسي سخنه كمان. اه بيبقى بالنسبه لهم ده لذيذ يعني، مش براءتك هي الحاجه الحلوه يعني. دايما الناس يعني كانت عايزه تعرف الخلع حصل ليه، قال لك لا بصي انه فعلا عشان اللبس الحشمه واللي بيتكتب ولا انه بصي هو الكلام ده اتقال بس وانا رديت عليه ومش هعيد تاني الرد ده يعني. بس هو في الاخر ما حدش عايش معايا، فاهمه ازاي يعني؟ ما حدش كان معايا جوه البيت، ما حدش عانى اللي انا عانيته. مش بصراحة أنا مش مفترض أو مش مطالبة بإن أنا أقول للناس كل خصوصياتي علشان تدافعي، فإنك عشان تضطري تقولي خصوصياتك، فاضطر أفضح كل حياتي الشخصية. مش مقبول يعني، مش مقبول ومش مسموح ومش حلو. لو أنت سألتي أي حد ماشي في الشارع أو أي موظفة في بنك ولا موظفة في أي مكان ولا بتاع، قلت لها تحبي كده، ومش شخصية عامة كمان، مش شخصية عامة، هتقولك لا طبعا ما حبش إن. وممكن يبقى عندها كارثه في بيتها، ممكن يبقى عندها مشكله كبيره. كلنا عندنا كوارث في بيوتنا بالظبط يعني. بس هي علشان هي مش شخص مستباح زي الفنانين ما هم مستباحين، فما حدش بيقدر يخش ورا باب بيتها ويعرف. بس اكيد انه ما كانش ده السبب يعني. لا هي كانت اسباب كتير، كانت اسباب كتير الحقيقه. ما هي في الاخر لما المشاكل بتتراكم انت بتوصلي لمرحله انك مش عارفه تحليها بقى خلاص يعني، بتشوفي انه اكيد البعد بيبقى افضل حال. لو حياتك غنوه من اغانيكي هتبقى ايه؟ الالك حلم من الاحلام، ما تسيبش سنينك للاوهام، الالك حلم من الاحلام، ما تسيبش سنينك للاوهام، دي الدنيا ما بين أفراح وآلام، الدنيا ما بين أفراح وآلام، والشوك تسقيه يطرح لك ورد، والآلك حد، الآلك صحبة وأهل وبيت، يناديك لو انت في يوم ضليت، يبقى لك صحبة وأهل وبيت، يناديك لو انت في يوم ضليت، ويشوفك لو عالخلق داريت، يشوفك لو عالخلق داريت، ويحسك رغم البين والبعد. الآلك حد. بعد الفاصل، من هي المطربة رقم واحد على الساحة الغنائية؟ انتظرونا.